ازاي اعمل هارموني للفوكال بتاعي باستخدام برنامج انتاريس فوكال انجن. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت. النهاردة هنطفي جمال على صوت الفوكال بتاع اداء صوتي، بس احنا ممكن نستعمل كمان معاه أصوات موازية لي بحيث تطلع لي الصوت ده غني وحلو في الكورس، لما أجي أعمل كورس مثلا في أغنية أو إضافات في أغنية تعلي حتة معينة أنا عاوزها فيها. تعالوا معنا على برنامج أنتاريس هارموني إنجن أو موتور التوافق ونشوف نقدر نعمل بيه. أنا سجلت مقطع صوتي بصوتي على البرنامج وقلت عشان نجرب بالبرنامج دوت بستعمل DAW اللي هي لوجيك برو، بس أنت ممكن تستعمل أي DAW تانية وهتدي لك نفس النتيجة طالما أنت بتستعمل البرنامج اللي احنا هنستعمله دوت. التراك عادي جدا، سجلت عليه مقطع صغير من مقام السي ميجر. لو صحيح مشتاق لي بعدك طال، لي بتجسى علي وتقوله انا محال. لو صحيح مشتاق لي بعدك طال، لي بتقسى علي وتقول له انا محال. زي ما احنا شايفين المقطع بارد قوي، ما فيهوش اي تاثيرات صوتيه خالص، ما فيهوش اي حاجه خالص، فاحنا هنشوف نقدر نستعمل برنامج الهارموني انجن دوت نعمل بيه ايه عشان نخلي الصوت ده مثلا كورس. نجرب مع بعض. قدامي طريقتين اقدر استعملهم مع الموضوع دوت. ان انا اول طريقة منهم ان انا ادخل على التراك نفسه البرنامج بتاع الهارموني انجن دوت. فاول حاجة هعملها بان انا هدخل البرنامج بتاع الهارموني انجن عليه. اول حاجة هختارها ان انا هختار ان انا بشتغل على سلم سي ماجير، وبختار ان انا بشتغل على سلم. يعني الاول اختار ان انا بشتغل على سلم وبعدها اختار اسم السلم. اول حاجة اتأكد ان انا شغال على سلم، يعني اختيار السلم من المسافات هنا، يعني ده اختار لي مسافات السلم. تاني حاجة بحط اسم السلم اللي انا اشتغلت عليه. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الناس اللي بتشتغل وعايزة تتعلم توزيع لازم تتعلم هارموني، لازم تفهم يعني ايه هارموني. فدروس الهارموني بتاعتنا اللي على قائمة الهارموني هتفيدك في الموضوع ديت. فمجرد ما انا اخترت الاسم هو يختار لي الكوردات اللي موجودة عندي في السلم دوت كده، ونبدأ نشوف التنوعات اللي ممكن الاقيها عندي. بعد ما تأكدنا من السلم نشغل ونشوف. لو صحيح مشتاق لي بعدك طال. طبعا انا قدامي هنا ممكن اختار المسافات بتاعتي اللي انا عايزها ما بين اوكتاف 7 6 5 زي ما انا عايز. فانا مختار هنا اوكتاف وخمسة وتالتة، وفي اوكتاف تاني تحت. لبعدك طال لي بتقسى علي وتقول له انا، عملتها تالتة تحت يعني كانها ستة. لو صحيح مشتاق ممكن اختار بقى من الناتشوراليزيشن اللي انا اعمله طبيعي، يعني ممكن يخلي في فايبريتو. ليه بتكسى علي وتقول له انا محال. لو صحيح مشتاق ليه بعدك طال. دي اسهل طريقه هتعمل لي التراك كله بان انا خلاص حطيت عليه الهارموني بتاعي. بعمل طبعا انا بعمل كوبي من تراك المطرب وراح اعمل تراك تاني مخصوص للهارموني واخفي صوت المطرب علشان يبقى انا عندي فرصه ان انا اوازن ما بين التراكين، ما بين تراك المطرب الاصلي وما بين الهارموني، بس مين عالي ومين واطي، وابتدي اتحكم فيهم عن طريق الدي اي دبليو بتاعتي. دي اسهل طريقه. في طريقة تانية بقى اصعب شوية وهتبقى باستعمال الميدي لو انا بقى عايز اعمل نتائج تانية خالص غير اللي موجودة جوه عندي من السوفت وير ده. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة التانية الاصعب. خلاص احنا مش عاوزين دوت، نطفي بتاع الطريقة الاولانية.
التراك بتاعي بتاع الصوت دوت انا مش هخليه يخرج خالص من هنا، مش هطلعه. يعني بمعنى ادق لما اجي اشتغل هو بيبان انه في صوت بيتلعب بس مش هيطلع خالص، انا ما عنديش اي اوتبوت من السوفت وير بتاعي. طيب انا هعمل بيه ايه بقى كده؟ بروح عامل تراك تاني ميدي، تراك تاني ميدي، تراك تاني ميدي. يعني ايه؟ يعني بقى ان بعمل نيو واختار ان انا هعمل سوفت وير انسترومنت من الناس اللي بتستعمل اللوجيك برو، او انت لو بتستعمل حته تانية انت بتعمل تراك وبتختار عليه الميدي وتحط عليه الهارموني انجن. احط عليه ايه؟ الهارموني انجن بتاعي. طيب نشوف الهارموني انجن لما بيتحط على التراك بيبقى عامل ازاي. افتح الهارموني انجن، بختار هنا حاجه اسمها سايد تشين. يعني سايد تشين يعني ايه؟ يعني كان الجهاز ده موجود عندي في الاستوديو محطوط جنبي جنب الميكسر، وخرجت سلك من الميكسر عليه ورجعت تاني سلك من الميكسر من الجهاز ده على الميكسر تاني، فكاني عملت حلقه جانبيه ان يدخل فيها الصوت ويرجع لي تاني على الميكسر بتاعي. وده بالظبط السايد تشين. فاحنا عملنا سايد تشين هنا واخترت انه هيستعمل التراك بتاع الاوديو. يعني التراك الاوديو اللي انا مش سامعه دوت هو دوت اللي هيخرج منه الصوت يخش على الجهاز بتاع الهارموني ويرجع لي تاني على الميكسر. فانا اخترت الاوديو دوت او التراك. نسمع كده مع بعض هيطلع الصوت عامل ازاي. لو صحيح مشتاق مفيش اي حاجه خالص، الصوت طالع لبعدك طال، صوت الجين بس اللي هو جاي عندي في التراك الرئيسي بتاعي. بص بقى لما انا هختار ميدي اومني من الاختيارات بتاعتي من هنا، لو صحيح مختار ميدي اومني. بص بقى لما هدوس على الميدي كيبورد هيحصل ايه معايا. ليه بتقسى علي وتقول له انا محال، لو صحيح مشتاق لبعدك طال، ليه بتقسى علي وتقول له انا محال، لو صحيح لو سبت ايدي من على الكيبورد مفيش من ده. بص لما اعزف تاني لبعدك طال، ليه بتقسى علي وتقول له انا محال، لو صحيح مشتاق لبعدك طال، ليه بتكسى علي وتقول له انا محال، لو صحيح لو سكت ما بيعزفش. فانا ممكن اعمل بالطريقه دي حل من اتنين، يا اما اسجل تراك ميدي وهو هيسمع الكلام ويمشي على التراك الميدي دوت ويعمل اللي احنا بنعمله دوت، يا اما بعزف لايف معاه واقدر اتحكم في الصوت الفوكال ده واسجل اللي انا بعمله دلوقتي. ده تراك ميدي انا سجلته بالكيبورد بتاعتي وعليه لحن ما بيتسمعش خالص، يعني لا من غير صوت، ولو انا ما دخلتش الموضوع على السايد تشين هنا مش هتسمع اي صوت خالص، بس من الميدي بتاعي اللي زي ما شايفين النوت بتاعت الميدي اللي موجوده تحت دي، هي دي النوت اللي انا حطيتها وركبتها على الـ بالكيبورد الصغير بتاعي دوت علشان اسمع الصوت اللي هيطلع لي من هنا عامل ازاي. لو صحيح مشتاق لبعدك طال، ليه بتكسى علي وتقول له انا محال، لو صحيح. طبعا انا ممكن اغير بان انا بغير النوت بتاعت الميدي بتاعتي ديت، هتروح مغيرالي التركيبه خالص بتاعتي اللي انا بدات بيها. فهنسمعها دلوقتي تاني مثلا هنا. لو صحيح مشتاق، لو صحيح مشتاق لبعدك طال. وكده اقدر اتحكم في ان انا بعمل هارموني عن طريق الميدي، بركب الكوردات بتاعتي بايدي على الكيبورد
واشغلها مع الهارموني، البرنامج الهارموني انجن ده يطلع لي الاصوات. طبعا في ناس بتعمل بتحط بقى طبعا تاثيرات بعد كده ريفيرب وبتاع بحيث يطلع الصوت ده، فتلاقي في اصوات موازيه لصوت المطرب ماشيه بتعمل 3 و4 ومجموعه بتغني من نفس عينه صوت المطرب ده ببعض التعديلات الديجيتال بتاعتنا، وبيطلع صوت جذاب جدا وبيستعمله كتير جدا في الموسيقى الحديثه بتاعتنا. ده مش الاوتو تيون يا جماعه، ده مش الاوتو تيون دوت، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنعمل صوت واحد ونعمل له منه 3 4 عن طريق برنامج الهارموني انجن دوت من شركه انتاريس اللي بتنتج نفس برنامج الاوتو تيون. اتمنى دي تكون حاجه بسيطه كده تساعدكم في انكم تستعملوا البرنامج ده في الكرييشن، وانكم تعملوا حاجات موسيقيه متميزه باختلاف الادوات اللي انت بتستعملها. واشوفكم الحلقه الجايه.